هنا يقام معرض الصناعة التقليدية واليدوية كل أسبوع، فضاء يجمع المبدعين لإبراز ما تجود به أناملهم. معرض متخصص في الحرفيين الجزائريين، عنده هدف عميق هو أن نحافظوا على التراث الجزائري. مرحلة الكورونا خلت الناس يتشجعوا على العمل في البيت، يعني المرأة بدأت تبان يعني افضل من السابق. ديجا حنا يا ليدي كنا حابين نولوا شويه التراث، الماكله تكون تقليديه والتمر يكون كما كانوا يديروه الناس بكري. الحوايج بزاف مديورين 100% عما، والحاجه اللي مديوره دوكا باليد اي ناقصه. نخدم دي بوجي pour la déco، ومام هاد النشاطات يقدروا يشاركوا فيهم لي جون صغار. السيدة جميلة الملقبة بمامي واحدة من هؤلاء، تبلغ من العمر 85 عاماً، سنوات طويلة ولا تزال تبدع وتنجز تحفاً تبرز عمق التراث الجزائري وأصالته. Je m'appelle Dib Jamilé, j'ai 85 ans. Quand j'étais enfant, je regardais ma mère avec des vieux chiffons, elle nous faisait des tabliers, des petites robes et ça m'a donné envie de faire comme elle plus tard. Je fais des tabliers pour dames et enfants. Je fais des petits paniers que je mets des galons autour, je fais des sacs. Mamie a des très belles choses. يعطيها الصحة. الحرف والصناعات التقليدية تبقى رمزا للثقافة والتراث الجزائري الأصيل، وجب الحفاظ عليها وترقيتها.